يقول السائل: كيف الجمع بين النهي عن بناء المساجد على القبور وبين ما ورد في قوله سبحانه في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ يا أخي، الجواب في الآية نفسها، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. غلبوا على أمرهم، ما شاوروا أهل الخير وأهل، إنما أخذوا برأيهم وبإمارتهم وقوتهم. فقوله غلبوا على أمرهم هذا إنكار من الله عليهم. نعم.